الشعب متدين واحد يعني. في ليبيين مسيحيين ويعبدوا في يسوع ومؤمنين. بس انت عرضوا للعنف، للحرق، للتكفير، المعاملة سيئة. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا ليبيا، الشعب المحافظ، الشعب المسلم، شعب يلقب بأن منه مليونا من أبنائه وبناته يحفظون القرآن كاملا، حقائق غير صائبة ويجوز القول بأنها تجانب الصواب. لكل من يعرف ليبيا ومن عاش فيها يجزم تمام الجزم بأن بلاده خاوية من الإثنيات الدينية، إلا أنها حقيقة غير صحيحة ويجوز القول بأنها تجانب الصواب. بل هذا ما يحاول أن يطرحه فريق أبناء ليبيا أو أبناء المسيح عندما يتغنون بالكنيسة التي لا يستطيعون الوصول إليها. يا كنيسة ولكل من يعرف ليبيا يدرك بأن أصحاب الديانات الأخرى ممن عاشوا فيها وبين أهلها تركوا ليبيا لغير رجعة منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي، عندما فقدت ليبيا تنوعها وصفحة من موروثها وتاريخها الذي كان يعبر عنها. ليبيا استقبلت ومرت فيها واستوطنت بها عبر العصور عدد من الديانات، ولا ربما لا يتسع المجال لذكرها، إلا أن من يعرف التاريخ لابد أنه يتذكر أن أحد حواريي ورفاق سيدنا عيسى أو يسوع المسيح وهو المار مرقس هو ليبي، وكذلك أريس القروني وفيكتور الأول بابا الكنيسة الكاثوليكية الرابع عشر. ويتذكر التاريخ غزو فرسان القديس يوحنا، وكذلك البعثات والإرساليات المسيحية التي جاءت واستقرت في ليبيا. واليوم نجيب، نعم في ليبيا هناك مسيحيون، وهي شريحة لا يعلم عنها أحد، وتم نشاط يدعم العبور الديني. وفي تحقيقنا هذا نكشف عن المجتمع المسيحي الليبي أو المسيحيون الليبيون أو العابرون من الإسلام إلى المسيحية، ونتحدث عن العبور الديني في ليبيا. ولكن وجب التنويه بأن كلنا نعلم بأن حرية التدين والاعتقاد مكفولة بالقوانين الإلهية والمواثيق الإنسانية والوضعية، إلا أن المجتمع الليبي لا يتقبل إلا ممارسة الشعائر لمن يعتبرهم حتى اليوم من أهل الذمة. ولكن طرقنا الباب من زاوية التناول الصحفي لظاهرة مسكوت عنها. إذا كان هذا التحقيق كانت بداية السؤال وطرحنا للموضوع عن عمل تاريخي عن حياة يسوع المسيح ترجمة أو دبلجة بلهجة ليبية، لنشاهد مقاطعا منه. كل حاجة مكتوبة علي في التوراة وكتابات الأنبياء وزبور داود لازم تصير وتتحقق. هذا شو مكتوب، المسيح لازم يتألم. لكل متابع أو مهتم بمسألة العابرون الدينيون وبمسألة حوار الأديان، عايش القصة أو اطلع عليها أو بحث فيها، كان له رأيه ودافعه للبحث عن مسألة الكم الهام من الليبيون والليبيات الذين نشاهدهم في القنوات الفضائية يعلنون اتباعهم للديانة المسيحية. عالبين نرد، بس أنا طبعا سامحيني حنتكلم دوا بلهجة ليبية علشان اللي الأخ اللي قال إن هدوما مصريين ومطردين من الكنيسة المصرية مش عارف شنو، هو يعرف إن في ليبيين مسيحيين ويعبدوا في يسوع ومؤمنين وطلعوا من الإسلام وتحرروا من الإسلام
وانت خليه تقول امشي اتقب روحك واتقب اخرتك وبرا دور دي حياتك ودور ايمانك علشان اللي عندي اليوم يا اخت نورة اني ببشرك ان اللي عندي اليوم ان في اخت ليبية هي صديقة تسمع فيك تسمع فيك وتحضر في البرنامج امنت بالرب يسوع اليوم. يبدو أن الأمر مثير للاهتمام خاصة عندما نستمع لحديث هذه المواطنة الليبية الشابة والعابرة من الإسلام إلى المسيحية. ونحب نحكي على أوضاع الليبيين العابرين من الإسلام للمسيحية. هم في بلادي ليبيا ناس واجد هلبة جدا عبروا من المسيحية من الإسلام من الإسلام إلى المسيحية، بس تعرضوا للعنف للحرق للتكفير المعاملة سيئة، ما فيش حد يحكي على حقوقهم، ما فيش حد يتكلم على حقوق الليبيين العابرين. لم نتوقف عند الرصد فقط، حاولنا التواصل وكما هي العادة وطرح الأسئلة. هل ثمة ثورة دينية جديدة تحدث في ليبيا؟ هل هي الحريات أو هي القناعة؟ بحثنا وبحثنا حتى وجدنا عابر ديني من أحدى المدن الليبية والذي أخفينا هويته حرصا على أمنه وسلامته، وهدفنا الرئيسي هو فقط الحصول على إجابات. سألناه كيف عبرت من الإسلام إلى المسيحية؟ كيف وجدت سيدنا عيسى أو يسوع المسيح في نظر المسيحية؟ كيف حياتك مع دينك الجديد داخل ليبيا ومع ما تعانيه من ظروف أمنية وسياسية؟ فتابعوا هذا الحوار. أبي يعني لتكادني عابر من 2017. طبعا رحت البحث اللي قعدت فيها 10 سنين وكنت مطمن إني أطمنك من دوا إنك لما بتعرف كل شيء إن شاء الله حديث تطمن وحديث تيقن بالشيء. هو يا حبيبي يعني معلق صليت في السيارة ومش خايف من حد، وحتى كان ابن مودر يموت شيء طمنا هذا كان ما ذناش الشيء هذا يا حبيبي. من بيعرف الحق الناس كلهم مغيبة بالسفارة، لكن يعني في الدنيا عادي نحتك، لكن بدأ نظام الحياة الأبدية يا حبيبي. لا الحد يعني ما في صح، في شوية خوف وتهلع، لكن هذه ربي حمانا والحمد لله. الله يخليك أخوي، الله يخليك، وكل مطمن أسمعني نطمنك من تو مبشرك فهمتني، ولا أكون مطمن من المواضيع هذه أنا نهائية. قصدي ما تحط الشيء في دماغك بكل، حتى لو أنك حطيت شيء في دماغك ربي حيوريك الصح فهمتني. تحدثنا أيضا مع قس مسيحي سمى لنا نفسه بالبابا، تحدثنا معه لفهم النشاط الخاص بالعبور من الإسلام إلى المسيحية واهتمامهم بليبيا. كيف زار ليبيا وما هي المدن التي توجه إليها؟ وجدنا القس أو البابا متجاوب جدا لدرجة أنه يتحدد الدارجة أو اللهجة أو لربما يتقن العامية الليبية بكل طلاقة. فتمعنوا. أنا بليبيا زرت زليتن، طرحونا، جدابية، الخمس، زرت طرابلس، السبحة، بنغشير، واد بنغسير، جدير، وعديت لبوسعيد. متدينة، هو الشعب الليبي كله متدين. بالضبط. مشكلة ليبيا شعب متدين واجد يعني. أنت مجبور. انت في وضعك مجبور على هلك، مجبور على حوتك، مجبور على ابوك، مجبور. فهمت علي؟ انا نخش المسجد نبتدي نصلي، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع، في سجودك وفي قيامك انت بتصلي مسيحي. هل الله يسكن في جدران؟ الله قد المسيح يا ابني أعطيني قلبك وتلاحظ عينيك ترقي. هي مشكلة الليبية كلها يعني هي موضوع الثقة. مشكلة الليبية كلها يعني أنا عندي شخص ليبي آمن بالمسيح وكانت جوست مراته مؤمنة جدا بالإسلام، يعني تعرف الشعب اللي بيبقى متعصب. فابتدى يجادلها، صلينا انها تقبل الرب، لكن ما قبلتش.
الرب ولكن تركت الإسلام من أول بنغازي حتى غاية طرابلس. بس اللي في طرابلس أكثر من بنغازي، طرابلسية وبالذات. وإن لم يوجد ففي أغلبية عظمى الحدث، في أغلبية ليبيا كثير من الليبيا الحدث. وكما ذكرنا منذ البداية، فحرية الاعتقاد والتدين مكفولة، إلا أن هذا الجزء من تحقيقنا يطرح الأسئلة. فما هو رأي الدعاة؟ وما هو رأي من عمل وله باع في جمعيات الدعوة والتبشير للعبود بين الديانتين الإسلامية والمسيحية؟ وهل هو صحيح إدعاؤنا بأنه ظاهرة أم أنها طبيعة بشرية تكفلها غزيرة التفكر والتدبر والقناعة؟